السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملحق الثاني بكود نيوزيلندي بيتكلم على البيميوزيز اكروسز الفيسز، يعني المراحل بتاعة المشروع، ايه استخدامات البيم المهمة. على سبيل المثال احنا لسه نبدأ المشروع، ما بدأناش مرحلة الديزاين، فبالنسبة لنا من الحاجات المهمة جدا هي الحاجات ديت. هتلاقي الحاجات دي فيها بعضها متكرر في المراحل اللي بعد كده، زي ان احنا نعمل الموديل للمكان اللي حوالينا، دي مهمة في المرحلة ديت. الكوست استيميشن دي مهمة في كل المراحل. الفيسز بلانينج اللي هو الفور دي ده مهم في كل المراحل ما عدا في مرحلة الاوبريشن، يعني ان انا اشوف المبنى هو بني مهم جدا في مرحلة التخطيط ومرحلة البناء، بس مش مهم بالنسبة لي في التشغيل. السايت اناليسيس مهم في اول المشروع ومهم في جزء من الديزاين. الديزاين ريفيو والديزاين اسورنج والانرجي اناليسيس بيقول لي ايه المراحل اللي مهم فيهم. دي كده بنكون معدينا مرحلة الاستابليش. ال 3 دي كوردينيشن ده مهم طبعا في مرحلة الديزاين، مهم في مرحلة الكونستراكشن، وشايفيني قوي في مرحلة بداية المشروع او الاوبريشن وهكذا. ديجيتال فابريكيشن ده طبعا خاص بالكونستراكشن، هو ان احنا بنبعت للمصنع نقول له صنع لنا الاجزاء ديت. الريكورد موديلنج والاسيت مانجمنت والسيستم اناليسيز والسبيس مانجمنت، كل الحاجات دي مهمه جدا في الاوبريشن. ده الجزء الخاص بيه اهم استخدامات البيم خلال فتره حياه المشروع.